الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. تكون الأجواء مغبرة نوعا ما أو أتربة مثارة في العاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم مع 43 درجة مئوية الملموسة 39، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، تبوك طقس صافي 38 إلى 25، عرعر 39 إلى 27، سكاكا 38 إلى 26. المنطقة الغربية المدينة المنورة 44 إلى 30، جدة 38 إلى 28، مكة المكرمة غبار خفيف 42 إلى 31، والطائف أيضا غبار خفيف 36 إلى 26. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدين من الأمطار في أبها 33 إلى 23، الباحة 32 إلى 26، جازان 34 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة 43 إلى 32، الإحساء 46 إلى 31، وحفر الباطن 42 إلى 31. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض أتربة مثارة 43 إلى 28، بريدة 42 إلى 28، وحائل 38 إلى 23. إلى اللقاء.